أحبتي في المسيح، أرحب فيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية وفقرات جديدة ومتنوعة وشيقة. اليوم حيكون من ضمن فقراتنا حنتكلم هل الغرب مسيحي؟ يا مرحبا بكم، خليكم معي. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا مع فقرة جديدة من فقراتكم من أسئلة المسلمين الشائعة، واليوم حنناقش سوا معرفة المسلم عن المسيحية. معظم إخوتنا المسلمين ما يعرفون وش هي المسيحية، ويكتفون باللي يسمعونه من مشايخهم والمطوعين أو من القرآن، وبعضهم يربطون المسيحية بالغرب والسكر والدعارة وغيرها. لكن هل فعلا المسيحية من عند الغرب؟ الغرب بني على تعاليم مسيحية في السابق مثل حقوق الإنسان واحترام الحريات وغيرها، ولكن الغرب هذه الأيام مختلف. الغرب هذه الأيام يسود عليه الإلحاد واللامبالاة واللادين والانحطاط الأخلاقي، طبعا ليس الكل، وهذا كله ضد تعاليم المسيح. بل المسيحيين المحافظين ينتقدوا في الغرب على محافظتهم وعفتهم. المسيح نفسه هو مصدر العفة والطهارة، حتى أن أم المسيح القديسة مريم العذراء تم وصفها بالعذراء، رمز العفة والطهارة. الكتاب المقدس يحث على العفة، حيث يقول الوصية لا تزني، خروج 20-14. والمسيح أعطانا أكثر من هذه الوصية. المسيح يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، متى 5:27. من الواضح على ضوء هذه الآية أن الغرب في وادي والمسيح في وادي آخر. أزيدك من الشعر بيت. تعاليم الكتاب المقدس هم بعد تحرم المثلية الجنسية. الآية تقول ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس، لاويين 18. وبولس الرسول رسول المسيح حرم المثلية الجنسية في رسالته لأهل كورنثوس الأولى الإصحاح 6 الآية 9. فكل من يزني أو من يمارس المثلية الجنسية هو بالتأكيد يخالف تعاليم المسيح حتى ولو كان مسيحيا بالاسم. من جهة أخرى، بعض المسلمين يحسبون أن المسيحية تدعو للتبرج والانحلال، وهذا طبعا مفهوم خاطئ عند المسلم بسبب اللي يشوفه من الغرب ويربطونه بالمسيحية. ولكن الحقيقة اللي لزوما تعرفها هي أن المسيحية تدعو للحشمة والعفة، حسب تيموثاوس 2:9-10. ولكن بدون أن تفقد هويتك وشخصيتك. المسيحية تعطي التعاليم للمرأة بالتحشم، ولكن لا تفرض عليها لبس معين، بل تعطيها حريتها في اختيار الملبس المناسب لكي تكون أنثى سعيدة في حياتها، وفي نفس الوقت محبوبة ومحترمة ولها شخصيتها. المسيحية مش بس تدعو للحشمة الخارجية، لكن الأهم هو الحشمة الداخلية. الكتاب المقدس يقول لا تكن زينتكم الخارجية من ظفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله الكثير السمن، بطرس الأولى 3 الآيات 3-5.
وكلام بطرس هذا يتوافق مع تعاليم المسيح حسب متى 23:27-28. حلو أن نتحشم، ولكن أن نتحشم من الداخل أحلى بكثير وهم، لأن إذا كان القلب طاهر أكيد أكيد حيكون الخارج هم بعد طاهر. علشان كده أنقياء القلب يعينون الله، متى 5:8. تعالوا نتشارك مع بعض وبنفس واحدة بهذا الصلاة ونقول: يا رب نتقدم إلى عرش النعمة على حساب دم ابنك يسوع المسيح الطاهر المسكوب على الصليب، ونسألك حسب مشيئتك أن تعطينا قلبا نقيا طاهرا، وتكون أنت يا رب مصدر طهارتنا علشان تتمجد ويتمجد اسمك في حياتنا بالمسيح يسوع الناصري. آمين.